مساء الخير لكل متابعي الكورة والجماهير في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله حلقة النهاردة تعجبكم. معانا ضيوف جمال جدا، وضيوف يعني بصراحة يعني أسعدونا كتير في المستطيل الأخضر. بنرحب بيهم الأول، بنرحب بالكابتن نصر إبراهيم، مدرب العام لنادي الزمالك لقطاع البراعم والناشئين. ويعني أنا عن نفسي كنت بستمتع بحضرتك وانت في الملعب يا كابتن ناصر. اهلا بيك يا كابتن، اهلا بيك واهلا بجماهيرنا الحبيبه في هذا نورت برنامج الكره والجماهير يا كابتن ناصر. اهلا بيك. كابتن حماده الجمل نجم الاتحاد السوداني والمشرف العام لنادي المصري في مطروح، منور البرنامج يا كابتن حماده. منور حضرتك كابتن، وان شاء الله نقدم حاجه تليق بالساده المشاهدين ان شاء الله بوجودك معانا يا كابتن حماده وبوجود الكابتن ناصر ان شاء الله. شرفنا طبعا. النهارده الحلقه مثيره للجدل في وسط الرياض. النهارده امبارح واول امبارح يعني بصراحه احداث ساخنه في الدوري الممتاز، نادي الاهلي نادي الزمالك، تصريحات نجوم الكبار. هنتعرف من الكواليس دي مع الكابتن ناصر ابراهيم والكابتن حماده الجمل، ولكن نشوف سؤال الحلقه النهارده: ما هو سبب تراجع النتائج الاخيره لنادي الزمالك في الدوري الممتاز؟ هننتظر مشاركات حضراتكم مع الهاتف اللي على موجود على الشاشه. بعد سؤال حلقتنا النهارده طبعا بعد اذنك يا اميره هتنزل لنا جدول الدوري العام دلوقتي، يا ريت تنزله لنا على الشاشه دلوقتي. النادي الاهلي يدهس الاسماعيلي برصيد الكابتن وليد سليمان ويعتلي صداره الدوري برصيد 21 نقطه. الاتحاد السكندري يلاحق الأهلي ويحافظ على الوصافة بثنائية في شباك نادي مصر ويحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويليه المقاولون العرب برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النادي الكبير صاحب الشعبية الكبيرة نادي الزمالك المركز الرابع ويواصل نزيف النقاط ويحتل المركز الرابع بعد التعادل السلبي المخيب للأمال أمام نادي سموحة. طبعا حضراتكم شايفين الجدول، النادي الأهلي بيعتلي الصدارة وهو أقل فريق لعب مباريات. طبعا هناقش مع الكابتن نصر إبراهيم، إيه رأيك في ترتيب الجدول ده يا كابتن نصر؟ طبعا يعني انت زي ما انت شايف البدايه في الاول مذبذبه لبعض الفرق. تمام. زي الزمالك طبعا. ايوه المفروض يبقى احسن من كده او اعلى من كده، ده وارد يعني، لكن لازم عايز اقول الموسم لسه طويل، هو لسه بدري. سبع مباريات مش كتير او ثمان مباريات مش كتير، هو يمكن ناس الزمالك تاثر بس يمكن عشان تغيير برضو الاجهزه الفنيه. لو تلاحظ الفرق اللي في الاول اجهزتها فنيه زي ما هي، الاهلي وبعدين الاتحاد ثابت من الموسم ثابت مظبوط، وبرده المقاولين ايوه ثابتين، فدي برده اللي بتعمل ايه شويه. انت عارف المدرب الجديد بيبقى ليه فكر ورؤيه وعايز يجرب وعايز يطبق فكره في الملعب ولسه اللعيبه بتاخد بتاخد مشاكل برده طبعا في بعض الماتشات الاولانيه، وبعد كده بترجع الامور طبيعيه ان شاء الله. يعني في امل ان شاء الله ان الزمالك يرجع كابتن مصر. انت عارف الزمالك برده نادي كبير طبعا، وحتى لو تعثر بيجي في النهايه برضو بي 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 بيركب وبيتقدم وبيبقى من الفرق طبعا اللي بتنافس على بطوله كل الدوري. كل التوفيق لنادي الزمالك يا كابتن مصر. وعايزين نقول برضو ان الزمالك عنده بطولات كتيره يعني، عنده لسه كاس السوبر وفي افريقيا وفي كاس وفي دوري، لسه 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 بدري. احنا لسه بدري فعلا في بدايه الموسم. ايوه طبعا. اروح للكابتن حماده الجمل. بيقال الان يا كابتن حماده ان نغمه انا عن نفسي ما احبش اسمعها، يقول لك ان الاهلي حسم الدوري، الاهلي خلاص سبع مباريات فوز العلامه الكامله، فكده خلاص الاهلي حسم الدوري، يكسب ثلاث مباريات يبقى كده وخلاص ضمن الدوري من الدور الاول. ايه وجهه نظرك في الكلام ده؟ هي وجهه نظري ان ده عامل نفسي بيحط ضغط على الخصم الاول. بس انا شايفه مؤشر خطر النادي الاهلي، هو يعني مؤشر خطر. لكن برضه لو جيت حضرتك بصيت بالنسبه للموسم اللي فات كان الاهلي متعثر برضه نفس التعثر اللي فيه حاليا نادي الزمالك، وما رجعش للدوري الا في اخر المشوار، يعني في اخر اربع مباريات او خمس مباريات. فالحاله الفنيه اللي كان فيها النادي الاهلي السنه اللي فاتت في بدايه الموسم مع الفروق الاصابات، عدد الاصابات الكبير اللي ادى لهبوط المستوى والاداء النادي الاهلي في بدايه الدوري،
ده الفرق، ده الفرق بينه وبين نادي الزمالك في الموسم دوت، ان نادي الزمالك مع تغيير الجهاز الفني، مع تدخل مجلس الإدارة، مع السلبيات الكتير اللي وعقود موجودة اللعيبة وتسريبات العقود دي كلها بتعمل كل مشاكل دي، كل للفريق دي بتعمل طبعا. مشاكل. هي بداية المشكلة كلها متهيألي من وجهة نظر أنا فنيا، من مباراة الأهلي، مباراة الأهلي في السوبر. في مباراة الأهلي في السوبر تمام. ده أول حصل فيه تدخل بعد مباراة الأهلي من مجلس الإدارة تمام. مع المدير الفني ميتشو. أيوة. ده اللي أدى بعد كده لسوء النتائج وعدم التركيز وعدم. فأنا شايف إن نغمة إن النادي الأهلي بقى هو خلاص دلوقتي حسم بطولة الدوري، أنا شايف لو نادي الزمالك في شهر يناير سجل حسب رؤية يقدر الجهاز يدعم الفني بلاعب أو اتنين يقدر يدعم بلاعب أو اتنين، ومعاه مدير فني كبير، مدير ممكن فني كويس وكفء. مدير فني كويس جدا ايوه. وكفء وعنده خبرة دلوقتي. لا وتفرق معايا كابتن حماده، هو عايز ينجح يعني، هو مدير عايز فني ينجح، عاوز وكمان ينجح مع نادي الفرق بينه الزمالك. وبين أي مدير فني تاني إن هو كان مر بنفس التجربة السنة اللي فاتت مع تمام النادي مع الأهلي، النادي الاهلي. فممكن يحققها السنة دي مع نادي الزمالك، طبعا فعنده خبرة كويسة وفهم تكوين شخصية اللاعب المصري، وفهم يعني معظم المدربين في الدوري المصري بيتعاملوا ازاي او طرق لعبهم ازاي، ففي فرصة كبيرة للتعويض. بس الفرق برضه بين الدوري اللي خلى الناس كلها ان هي تقول ان النادي الاهلي حسم الدوري، ايوه برضه عدم وجود بيراميدز. بيراميدز السنة دي مش زي السنة اللي بعيد قوي فاتت، الموسم ده. بعيد قوي السنة اللي فاتت. ايوه فالسنة اللي فاتت كان في المنافسة للنادي الأهلي من الزمالك ومن كانت بيراميدز ثلاثية كانت ثلاثية، مظبوط. فالسنة دي تعتبر المنافسة بالنسبة زي ما حضرتك قلت أقل نادي لعب مباريات من حيث عدد المباريات النادي الأهلي، لكن هو أكبر إبناط، أقوى دفاع، أقوى هجوم، ففي تمييزات كبيرة جدا احنا خلت الناس كلها تصرح بالتصريح ده. هنتكلم يا كابتن حماده في تحليل المباراتين، ولكن قبل ما ندخل في تحليل مباراه الاهلي والاسماعيلي، انا يعني بناشد جمهور سيد البلد والحاج محمد مصلحي، نادي الاتحاد السكندري ما شاء الله عليه السنه دي عامل مباريات ولا اروع، عندهم مباراه يوم الاثنين ان شاء الله، يعني كل التوفيق لنادي الاتحاد، كل التوفيق لنادي الاهلي. احنا عاوزين نغير بقى يعني، مش اهلي وزمالك يا كابتن حماده، معايا كابتن نصر. طبعا طبعا. يعني نادي الاتحاد ده قيمه كبيره وشعبيه دخول كبيره، دخول نادي الاتحاد والمقاولين. ايوه. الاسماعيلي طبعا ربنا. أيوة. المصري تمام. دخول الانديه دي بتعمل يعني روعه في الاداء والدوري كمان سعره بيزيد تسويقيا، زي ما شفنا السنه اللي فاتت قبل مثلا ما تحسم الدوري للاهلي، كانت المنافسه قويه بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، كانت حاجه كويسه. وبرده كان في القاع في مشاكل كتيره قوي السنه اللي فاتت. كان في صراع، كان الدوري مثير. هو بس الفتره اللي بعد كده اللي عملت مشاكل، التاجيلات الكتيره. التاجيلات وجي المنتخب لعب وبتاع. هو اللي ايه حد من جمال المسابقه السنه اللي فاتت. كانت بدأ كويس قوي. صح حقيقي. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الاتحاد سيد البلد زعيم الصقر، جمهور ولا اروع، جمهور وافي. ان شاء الله يبقى مباراه تليق بديربي الرياضه المصريه، نادي الاهلي ونادي الاتحاد. مين يكسب مين يخسر مين يتعادل مش هتفرق معانا، من خلال الكوره والجماهير احنا بندعم الرياضه المصريه، وما احناش محسوبين على حد، وبناكد ما احناش محسوبين على حد. نروح بقى لفقرتنا الاولى النهارده، نادي الاهلي والاسماعيلي، ونروح للكابتن نصر ابراهيم ونساله تقييمك ايه لمباراه الاهلي والاسماعيلي يا كابتن نصر. يعني طبعا المباراه كانت من كانت كويسه، الاهلي كسب، الاسماعيلي ظهر بمستوى كويس عن المواسم السابقه، ابتدى في الفتره اللي فاتت دي ان هو بقى طبعا ياخد في يخش في المجال بقى المنافسه بتاعته برضو. نتمنى للنادي الاسماعيلي انه يوفق يبقى كويس في الفتره اللي جايه، عشان نادي الاسماعيلي نادي كبير، محافظه كبيره. أيوه. مشهوره بكره القدم، كره القدم هي طبعًا. كل حاجه عندهم. أيوه. وبعدين لما بيخش في المنافسه بيبقى فيه متعه، اكيد ماتشاته مع الاهلي بتبقى فيها متعه، ماتشاته مع الزمالك بتبقى فيها متعه. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاسماعيلي. النادي الاهلي طبعا زي ما حضرتك عارف ان هو في ثبات في المستوى. والمدرب ابتدى ياخد رؤيه خلاص واضحه. عن لعيبته، فده اللي بيساعد ان هو يكسب الماتشات ويحقق النتائج. أيوه. لكن برضو الاداء برضو ما وصلش للمستوى لسه فيه لسه فيه كتير. نروح للكابتن حماده، رايك في كميه البطء الرهيبه في الخط الامامي بالنسبه للنادي الاهلي، وخصوصا في مباراه الاسماعيلي؟
سبب البطء دوت ان مروان محسن بصراحه لعيب كان عنده نسبه كسل حوالي 99% و9 من عشره. تمام. يعني ما جاش خالص مباراه الاسماعيلي ده. وامتى هيجي يا كابتن حمدي؟ انا مش شايف ان والله بصراحه في سر كبير حوالين مروان محسن ده. ايوه. يعني متهيألي يعني شفت حضرتك الانفراد اللي هو رايح بيه. الانفراد ده لو يعني لو لاعب ناشئ هي لو لاعب ناشئ هيحطها فما ما يعني مش عارف هو مش قادر يستثمر الفرصه اللي هو موجود فيها. انت انا راجل مهاجم النادي الاهلي يعني مهاجم منتخب مصر معايا اتنين يا كابتن حماده وعماد ازار وصلاح محسن ما هو في المنافسه. طب انت ما هتقعد ما انت اللي بتقعد نفسك يعني انت كانت فرصه تستغل الانفراد ده وتثبت نفسك وتقول للجمهور انا بقول لحضرتك المفروض يمتلك الفرصه دي. الفرصه دي يعني متهيألي مش موجوده. أيوة. اي مهاجم في مصر يتمناها او اي مهاجم طبعاً. في العالم كله او في الوطن طبعاً. العربي او في الشرق الاوسط يتمنى ان هو يكون المهاجم الاول للنادي الاهلي. النادي الاهلي وخصوص بيقول لك فيرو يعني محطه. انا شايف ان هو ولا كان امبارح اول امبارح ولا طول عمره ما يعني انا شايف ان هو ما عملش حسنه مع المنتخب ولا عمل حسنه مع الاهلي. فامتى يا مروان محسن هتعمل حسنه؟ ايوه. وانا شايف ان يعني الكلمه ده مش كلام انا بس، حتى الجماهير في الشارع الواحد بيقعد على القهوه بيقعد بيتفرج على ماتش المنتخب مع زمايله بيتفرج على. فانا شايف في نقد في 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 نقد كبير جدا من الشارع ومن بعض أيوة. من الناس الفنيه من الناس اللي جوه المهنه او جوه الرياضه او بره الرياضه. الشارع المصري دلوقتي يا كابتن بيمتلك الدهاء والذكاء في تقييم اللاعب. تمام. يعني مش هنعرف يعني لغايه امتى نستحمل واحد زي مروان محسن ده بصراحه. هو الاهلي بيتفاوض مع لاعب اجنبي ولكن طبعا احنا مش هنقول اسمه لان ما ينفعش من برنامج الكره والجماهير ان احنا نقول اسم زي بقيه الناس ما بتعمل ويطلع غلط ما هو ويطلع صح. بس لا احنا في تفاوضات ما هو في تفاوضات لكن افريقي هيبقى في النادي الاهلي ولكن الاسم مين ما هو حضرتك احنا مش هنقول. بس هو المدير الفني للنادي الاهلي برضه انا شايف يعني دي نقطه تتحسب له. تمام. ان هو اجل المفاوضات بحيث ان انا لسه قدامي اليوم 31. هو مركز في الفتره دي مش مركز في الفتره دي. هو عنده مكانين، مكان لكهرباء خلاص خلص. أيوه. وفضل عنده مكان واحد. أيوه. فبيقول لك ممكن يحصل عندي اصابات او متغيرات القيد مفتوح لغايه يوم 31. مزبوط. فقدامي لسه شهر كامل. أيوه. فالراجل قال لهم اجلوا التعاقد. أيوه. انا قدامي لسه 31 يوم ممكن يظهر عندي مشاكل في خط الدفاعي. ممكن يحصل عندي مشاكل في نص الملعب. استاذنك معانا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا كابتن احمد. استاذ محمد من الجيزه اتفضل. محمد حمدي معاك من الجيزه يا فندم. حبيبي ازيك يا استاذ محمد صديق البرنامج. حبيب قلبي يا كابتن احمد. ازيك يا استاذ محمد. على ضيوفك الكرام. معايا انت عارف مين معايا يا كابتن محمد؟ كابتن حماده طبعا والكابتن نصر طبعا عرفنا من فوق نجوم كبار. انا عارف ان انت زملكاوي جميل يا استاذ محمد. حبيبي ممكن تديني حقي في المكالمه يا كابتن احمد لو دقيقه ونص بس. اتفضل يا حبيبي. سبب تراجع مستوى نادي الزمالك في الفتره الاخيره اسباب عديده، بس هسيب لضيوفك الكرام والمداخلات ان هم يشرحوا لك الكلام ده. انا مش هتكلم كوره. اتفضل. لو في بعد احترامي ليك يعني واحترامي للبرنامج بتاعك واحترامي لنادي الزمالك الكبير، لو في حد شاف حرقه الدم بتاعتنا بتاع الجمهور يا كابتن احمد كل احنا فيه مش هيحصل كده. ايه ده يا ابو حميد محمد؟ هقول لك يا استاذ محمد انت يعني انت منفعل لانك بتحب نادي الزمالك من قلبك، ولكن صدقني الزمالك قدم مباراه جيده امام سموحه. لو هنتكلم كوره الزمالك قدم مباراه جميله جدا امام سموحه، ولكن غاب عنه التوفيق يا ابو حميد. بالظبط كابتن احمد بعد اذنك لو في لاعب في نادي الزمالك قادر يحمل التيشيرت بتاع نادي الزمالك يشيله، مش قادر يتفضل يمشي في مكان تاني. يتفضل في يناير يا كابتن احمد يجي يحلط حاله دم. انا ما شافوش الطفل محمود بيك. ازاي يا كابتن احمد؟ يا كابتن احمد ما عندهمش دم خالص يا كابتن احمد. ده اللي قاله المستشار معاهم في الاجتماع يا ابو حميد. اللي عاوز يجيب عقد يتفضل يجي يقعد معايا ويجيب العقد المناسب وانا اقول له اتفضل. كابتن احمد اللي قادر يحمل اسم نادي الزمالك يقعد فيه مش قادر يتفضل. كفايه حريق الدم احنا تعبنا خلاص. وانا بوعدك الزمالك راجع والزمالك قادم وان شاء الله يبقى كويس يا ابو حميد. ان شاء الله ادي نفسك يا ابو حميد. اهدى كده يا ابو حميد انت حد جميل وزملكاوي جميل. زملكاوي اصيل. محمد حاجه جميله. اه طبعا. والله اه طبعا. شكرا على الاتصال يا ابو حميد.
نرجع تاني، ايه رايك الاول يا كابتن ناصر؟ والله انا حاسس بيه طبعا، وحاسس باي حد زملكاوي طبعا. طبعا الواحد بيبقى الجمهور ده يعني بيعشق حاجه داخلين. هو اللي حصل السنه دي ان احنا كنا داخلين دخل كويس قوي حقيقي بجد في مع بيراميدز 3-0 مباراه جميله جدا. ومعظم اللعيبه برضو اللي جت بقى عندك كميه لعيبه مميزه، كلهم نجوم، حتى الحراس المرمى بقت مميزه. انت عندك ثلاثه اعلى حراس، عندك اماكن كلها بقت مميزه. تمام، فهي دي كنا داخلين واملنا ان احنا نبدا الموسم من البدايه. بس انا شايف لسه بدري يا كابتن. لا لسه طبعا، يعني لسه طبعا زي ما قال النادي الاهلي كان في الفتره في السنه اللي فاتت كده ده قعد دور كامل وبعدين خد الدوري. لا المنافسه وفي الكوره ما تعملش الياس، لازم بتفضل تكافئ لاخر لحظه. بعمل اللي عليا، لازم ده موسم كامل. صح، مظبوط، هي البطوله موسم كامل. هو المحاسبه ما بتبقاش بالقطعه، هتقابلك مشاكل. تمام. لا الموسم الدوري اصله بيختلف عن اي مسابقه. ايوه، موسم طويل، هتقابلك مشاكل، هتتعادل، هتتغلب، مظبوط، هتلاقي مستواك ينزل، هتلاقي مستواك وارد في الحاجات ده وارد في الكوره. نتمنى الناس طبعا تقف مع بعض، اللعيبه برضو ليهم دور كبير. أيوة، لازم يحسوا بجمهورهم زي ما احنا شايفين محمد حمدي. الجميل. جمهور كتير بيتاثر بالحاجات دي. نتمنى اللعيبه برضو لازم تبقى ايه واقفه مع بعض في ويحسوا بجمهورهم، ويحسوا بجمهورهم ان شاء الله بامر الله. كل يعني ان شاء الله بنطمنك يا استاذ محمد. والكابتن نصر طبعا يعني اعلم مننا في الرياضه وقيمه كبيره، وان شاء الله بيطمن جمهور الزمالك. الزمالك راجع. والزمالك قادم، وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. بنرجع تاني لمباراه الاهلي والاسماعيلي. طيب معانا تليفون الاستاذ هاني سلامه. يا فندم كابتن احمد، والله انت مشرف الاعلام والمصر. والله حبيبي يا استاذ هاني الاهلاوي الجميل، ازيك يا استاذ هاني؟ الحمد لله يا كابتن احمد، والله شرف لينا وشرف لقناه الصحه والجمال العلاء حد شكل حضرتك. احنا معانا الكابتن نصر ابراهيم ومعانا الكابتن حماده الجمل. سلم لي عليهم كلهم واحد واحد، وان شاء الله شرف الاعلام المصري الكابتن احمد سعيد. حبيبي يا وزهاني ما تحرمش. الدوري للاهلي يا كابتن. نعم؟ الدوري للاهلي. عشان انت اهلاوي يا هاني. طبعا يا كابتن احمد. الدوري للي يستحقه واللي يلعب احسن يا هاني. ان شاء الله الاهلي احسن يا كابتن. طبعا انا مش عشان اهلاوي، انا شايف الاهلي دلوقتي احسن نادي في العالم. ربنا يوفقك يا هاني، وان شاء الله نشوف النادي الاهلي فعلا احسن نادي في العالم يا هاني. شكرا على الاتصال يا زين. نرجع تاني، شايف الجمهور؟ طبعا جمهور الكوره حلو، بيحب النادي. يعني يا ريت اللاعب يحس، يا ريت. وبعدين رفع المستوى من الاهلي او الزمالك، دي تخلي منتخب مصر حاجه كبيره. مظبوط. فنتمنى طبعا الفرقتين طبعا، وهيفضلوا طبعا. ما هو ما فيش اهلي الا وجود زمالك. بالظبط، ما فيش زمالك الا منافسه. منافسه حلوه طبعا. نتمنى انها تبقى منافسه، تمشي منافسه على طول ان شاء الله، ما يبقاش فيها مشاكل بس. ودي منافسه، ودي الروح الرياضيه اللي احنا عايزينها. بالظبط، نتمنى ان شاء الله. نتمنى نروح للكابتن حماده الجمل. طبعا انت عارف ان الكوره والجماهير احنا بنحب كرة من غير جماهير ما تنفعش. ما تنفعش. طبعا. معانا الكابتن احمد صلاح، اتفضل. كابتن احمد السلام عليكم، ازي حضرتك؟ كابتن احمد الزملكاوي الجميل. ازي حضرتك يا كابتن؟ انا كابتن احمد صلاح مدرب حراس المرمى. اهلا اهلا يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ معانا بقى المدير الفني للقطاع والبراعم الكابتن نصر. كابتن نصر ابراهيم، ازي حضرتك يا كابتن نصر؟ اهلا الغور الكبير. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا حبيبي؟ معانا الكابتن حماده الجمل. كابتن حماده الجمل، ازي حضرتك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ ازي حضرتك يا كابتن، اهلا بيك. اتفضل يا كابتن احمد. والله يا كابتن احمد، اول حاجه بعزي المستشار مرتضى منصور على البقاء وفاة لله طبعا في وفاه شقيقه المرحوم الاستاذ مرتضى منصور. والكابتن وليد قاصد اداري الفريق الاول، المدير الاداري لنادي الزمالك. البقاء لله يا استاذ يا كابتن احمد. البقاء لله. وبقول لك يا كابتن احمد، برنامج حضرتك طبعا من افضل البرامج، وانا كنت سعدت بالحلقه اللي فاتت مع حضرتك. حبيبي ده شرفني. والاعداد والاخراج مع استاذه اميره، فبشكركم على البرنامج الجميل ده يعني. وصراحه بتتكلموا في كل حاجه في الكوره، عن سواء على الزمالك على الاهلي وحضرتك، يعني اعلامي جميل بصراحه يعني. ما تكلمش منك يا كابتن احمد، انت اخونا وحبيبنا، وكنت منورنا الحلقه اللي فاتت يا كابتن احمد. والله ابن حضرتك يا استاذ احمد، ودايما على طول في تفوق، ودايما على طول في نجاح يا استاذ احمد. والله ما تحرمش منك يا كابتن احمد، شكرا. وان شاء الله باذن الله، ان شاء الله انا بقول لحضرتك استنى، ان شاء الله الزمالك ان شاء الله راجع وهيبقى احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله، ان شاء الله يا كابتن احمد، شكرا. كابتن احمد صلاح مدير فني لقطاع الناشئين نادي الزمالك، حد جميل وحد محترم طبعًا. واكيد طبعا ممتازين، خلوق قوي يا كابتن. اخلاقيا وفنيا كويس. وبالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقه ان شاء الله.
نروح للكابتن حماده الجمل. كل ما نيجي داخلين عليك يا كابتن حماده بيجي لنا اتصال. وش حلو وش ايه؟ تمام اتعذرنا يعني. لا كويس تمام. ماشي يا كابتن. إيه طبعا انت عارف برنامج الكرة والجماهير احنا مبدأنا نبذ التعصب طبعا وعودة الجمهور، واي لفتة طيبة في الملاعب احنا لازم نعرضها ولازم ننوه عنها. لفت نظرنا طبعا في مباراة الاهلي والاسماعيلي الكابتن حسين الشحات، كان الجهاز الطبي لنادي الاسماعيلي ما كانش معاه اللي هي الضمادات اللي هي بتدخل في ساعات، فتدخل للاعب محمد مخلوف لاعب الاسماعيلي اثناء الاصابه في راسه. ايه رايك وتعليقك على اللقطه معانا على الشاشه؟ على فكره انا رايي ان هو يعني كان تدخل بي يعني بي بي يعني بروح رياضية أول حاجة. ثانيا احنا مهما كان روح المنافسة سواء زي ما الكابتن لسه قايل أهلي أو زمالك أو أي حاجة، في النهاية احنا إخوان مع بعض يعني. في النهاية خالص بيبقى الأهلي والزمالك بيلعبوا مع بعض، واللعيبة بيسهروا مع بعض بالليل. بيسهروا مع بعض في نفس الليلة. طبعا في نفس الليلة وبيتعشوا مع بعض وبيقعدوا مع بعض، وأزواج ده مع أزواج دوت، وكلهم عائلات واحدة وكلنا إخوان. فهو الموضوع بالنسبه لتدخل الكابتن حسين الشحات برضه بيرجع لثقافه اللاعب وتكوين شخصيه اللاعب والاحترافيه اللي هو وصل لها، راجل لاعب نهائي كاس عالم الانديه، فيمتلك ثقافه ان هو يعرف يلحق يعني. برضه كابتن لو لعيب لسه جديد في السن مثلا او لسه لعيب صغير ماشي، او لسه صعب الفريق او ما يمتلكش الخبرات اللي موجوده عند حسين الشحات ما كانش هيتصرف التصرف ده. يعني انت تقصد حضرتك ان دي من نجوم الكبار بقى يعني؟ أيوة. الشباب الصغير بيتعلم من نجم. ايوه طبعا ما انا هو ده قصدي، هي دي الاخلاق الرياضيه اللي احنا بننادي بيها كابتن، هي دي الروح الرياضيه. طبعا، ويا ريت جمهور الاسماعيلي طبعا شايف وبيتفرج على اللقطه دي، وكنا نتمنى ان المباراه دي تتلعب في الاسماعيليه في وسط جمهور. كانت هتفرق طبعا. طبعا، والسمسميه بقى والاهازيج والاغاني والافراح، بيبقى يوم عيد لما يبقى النادي الاهلي في المحافظات او نادي الزمالك في المحافظات، مش عاوز اقول لك ان بيبقى الجمهور بيرتب قبلها باسبوع. وبتفرق كمان يا كابتن في في في, في مستوى الاسماعيلي نفسه، وفي اداء الاسماعيلي، وفي اداء اللعيبه، وفي الجهاز الفني. وبرده بغض النظر بما ذكر يعني الاسماعيلي، انا شايف ان متهيألي مجلس الاداره لازم يدي الثقه كلها للكابتن ادم صلاح دار. الراجل قدم مباراه على اعلى مستوى فنيا وتكتيكيا، ومن وجهه نظري الفنيه لو ما كانش هاجي لحضرتك في السؤال ده، انت خدتها من على لساني، هاجي لك للكابتن ادهم الصلاح دار، بس اروح للكابتن نصر في السؤال ده وارجع لك تاني. ماشي. كابتن نصر، كابتن احمد الشيخ، حاجه غريبه جدا، وطبعا حضرتك يعني هتقدر تقول لنا وتشرح لنا. كابتن احمد الشيخ في نادي الاهلي نقدر نقول كده كجمهور مش لاقي نفسه في النادي الاهلي، يعني لما طلع اعاره نادي المقاصه هداف الدوري، رجع النادي الاهلي اداؤه عليه لغز كبير جدا، فده وجهه نظر حضرتك. هي اولا احمد الشيخ ده لعيب كويس تمام، بس هي كيمياء زي ما بيقولوا. يعني انا كنت اتمنى ان احمد الشيخ لو كان جه الزمالك وفضل في الزمالك لما جه في الاول بعدين مشي، ايوه كان هيأدي اداء كان يلاقي كويس. نفسه في الزمالك حضرتك تقصد كده؟ حقيقي، عشان الكره يعني هتبقى مناسبه معاه. تمام، بالعكس يعني، يعني نقدر نقول مثلا ان كميه النادي الاهلي مش راكبه مع كابتن احمد، مش ماشيه معاه، وهو لعيب ممتاز حقيقي. تمام. يعني امكانياته عاليه قوي قوي، واحنا شفناه لما كان بيلعب السنه اللي فاتت في المقاصه، هداف الدوري. لا لعيب كويس يعني. فهي دي يعني هياخد فتره، دي بقى بتيجي للمدرب. طب حضرتك رايك، رايك في اداؤه امبارح في مباراه الاسماعيلي؟ مش قوي، مش احمد، مش هو ده، مش احمد اللي انا الشيخ يعني اللي احنا عارفه، اللي انا عارفه لعيب كويس وامكانياته كويسه. احمد عايز يعني عايز مدرب يتحمله. ده كويس ان مفيش جمهور برضه، يعني ده لو في جمهور مش هيدي خالص، هتبقى مشكله. يبقى في ضغط عصبي عليه. بالظبط بالظبط، ما في لعيبه كويسه بس بتجيله بظروف، يعني زي صلاح مصر. انت بتقول فيرود ما بيجيبش جول. أيوة. او مش صلاح مصر ده برضو من اللعيبه الكويسه، بس هو فاقد ثقته بنفسه، فاقد في نفسه لما راح المنتخب واصيب. ما هو برضه في مشكله يا كابتن نصر، زي يعني مثال ماتش امبارح الزمالك، اللعيبه فقدت ثقتها في نفسها. أيوة. فمتسرعه، عايزه تجيب اجوان، عايزه تخلص. أيوة. من الهم اللي عليها، فتلاقيها بتضيع، بتضيع في اهدار فرص، تلاقي كور سهله قوي بتضيع. أيوة. الواحد كان فرود وبيحس بالحاجات دي، بيضيع كور سهله لمشدود.
بيلعب الكره وبيبص لها فتطلع اوت. ايوه عشان عايز الكره تخش جول. يعني تفسير حضرتك بالنسبه للكابتن احمد الشيخ ان هو عدم ثقه. عدم ثقه ده عايز ثقة. بقى يعني ثقه زياده. المدرب برضو ياخد ماتشات كتير مثلا. ياخد ماتشات كتير وحش حلو لازم يلعب. أيوه. واخد بالك كل الحاجات دي بقى عايزه وقت يعني. واتمنى برضو ان هو لازم برضو يدوس على نفسه لازم. عشان برضو الفرق الكبيره يعني اذا كان الاهلي او الزمالك بيصبر عليك بس مش هيصبر عليك كتير. محدش بيتحملهم. مش حد يتحملك. معانا تليفون. الو الو الاستاذ سعيد الشناوي محرر برنامج الكره والجماهير. مساء الخير يا كابتن سعيد. مساء الخير منور استاذ احمد. منور الشاشه والديزاين الجميل والمنورين كالعاده. وتحياتي للنجم الكبير ورمز الزمن الجميل كابتن نصر ابراهيم. تحياتي للكابتن الجميل كابتن حماده. وفي عجاله سريعه كده برضه عشان وقت برنامج حضرتك. اتفضل اتفضل. باختصار شديد. اتفضل. عندي سؤالين لكابتن نصر ويخصوا الكابتن حماده برضه واجاوب حضرتك على سؤال الحلقه. يبقى سؤالين للكابتن نصر وسؤال للكابتن حماده وسؤال الحلقه. حبيبي ماشي اتفضل. اتفضل. حبيبي اشكرك. كابتن نصر ابراهيم اللي لعب فريق اول سنه 77 78 وهو عنده 17 سنه. هبني على المعلومه دي سؤال مهم جدا كابتن نصر ابراهيم. اتفضل. اين قطاع الناشئين في نادي الزمالك في تصعيد النجوم الكبيره اللي بتخدم كره القدم في نادي الزمالك؟ اليس من الافضل ان يكون بتاريخ نادي الزمالك اللي تاسس 1911 كابتن نصر وانت نجم كبير وكنا بتتعلمنا على دي كره القدم وكنا بنشجعك وليك اغنيه شهيره، اليس من الاولى ان يكون نادي الزمالك هو المفرخ الحقيقي لنجوم كرة القدم من قطاعات الناشئين؟ أنا كابتن ما شفتش النهارده غير مصطفى محمد، بقالي عشرات السنين ما شفتش نجوم كبار. فين قطاع الناشئين في نادي الزمالك؟ والله نادي أكمل وبعدين حضرتك عشان الهواء حضرتك أستأذن حضرتك. ده السؤال الأول. ده السؤال الأول يا كابتن سعيد. السؤال الأول. تاني بقى. السؤال الثاني كابتن نصر ويخص الكابتن حماده برضه. ماشي. لماذا نحن الدوله الأسوأ في صناعه كره القدم في العالم كله؟ افكر حضرتك اكاديميه برشلونه اكاديميه مانشستر سيتي بتفرخ سنويا ما لا يقل عن 100 120 لاعب كره قدم بيؤهلهم النادي ان هم يلعبوا في اعلى الانديه الاوروبيه في العالم. طيب تمام. انا عندي سوء صناعه كره القدم ولا اخص اي نادي. انا بعمم السؤال يا كابتن نصر وهذا الموضوع شائع جدا في مصر بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للنادي الزمالك وبالنسبه لجميع قطاعات الناشئين في النادي الاهلي. متى سنرقى ببناء شخصيه اللاعب من الصغر ونبدا بقاعده الهرم من الاساس ونشكل بدايه من البرائم وقطاع الناشئين نجوم كبار بدل ما اصرف ملايين واروح اجيب لعيبه لا بلادهم لا تجيد صناعه كره القدم؟ ما بل احنا بييجوا يلمعوا عندنا بس بفلوسنا ما بيأدوش قد الفلوس اللي بياخدوها. لماذا لا يتم صرف ربع هذه الماليين كابتن نصر وكابتن حماده على قطاع على صناعه كره القدم وبناء الشخصيه؟ لماذا لم يتم تسفير وعمل بعثات لمدربين كره القدم في نادي الزمالك عشان انا زملكاوي الى الانديه الاوروبيه يعمل فتره معايشه ويرجع يكمل؟ كده سؤال حضرتك خلاص انا هنجاوب عليه يا كابتن سعيد، ولكن جاوبنا بقى في عجاله عن سبب تراجع نتائج الزمالك في الفتره الاخيره. تراجع نادي الزمالك في عجاله سريعه جدا وكابتن نصر عارف يمكن انا هرفع عنه الحرج. خدت بال حضرتك؟ اتفضل. انا بقول بكل اريحيه وبكل حياديه نجوم نادي الزمالك مفيش كيمياء بينهم، مفيش تكتيك في الملعب، ما في غياب من اول الدوري. الزمالك فاز كم مباراه لكنه لم يقنعني بالمستوى الرائع اللي احنا متعودين عليه. نادي الزمالك في غياب في وسط الملعب، ما عندنيش الاثنين البلي ميكر اللي بيكملوا ورا الفراوده، ما عندي المدرب المدير الفني ما عندوش فكر ان هو ازاي يسحب الفرقه المتكتله ويسحب ويتعامل مع كل فرقه. ما فيش فكره كابتن، ما فيش كيمياء بين اللعيبه، في استهتار من اللعيبه وحرق الدم الجماهير. انا بقول للكابتن نصر ابراهيم وصل رساله المعالي المستشار، نادي الزمالك مش هو ده نادي الزمالك ولا هو دي مدرسه الكوره. شكرا شكرا لاتصالك وهنجاوب على اسئلتك يا كابتن سعيد حالا. نجاوب على السؤال الاول يا كابتن نصر. جاوب. الاستاذ سعيد بيسال اين قطاع الناشئين في نادي الزمالك؟ ما شفناش غير الكابتن مصطفى محمد. بالظبط. هو وجهه نظر برضو يعني. لا هو حقيقي. لا هو في ناشئين.
تمام. في ناشئين كويسين في نادي الزمالك لكن للاسف ما بياخدوش فرصهم. أيوه. بالنسبه للفريق ما هو ده السؤال برضو يعني. ما انا بقول لحضرتك حاجه، هو الـ يعني عايز اقول لك حته المدرب الاجنبي. أيوه. في الانديه بيستسهل، هو عايز حد جاهز، عايز جاهز. ودي مشكله عكس اللاعب المدرب المصري. المدرب المصري بيتابع الناشئين، بيدي فرص. بيدي فرص. يعني مصطفى، وبعدين قليل قوي لما بتلاقي اللعيبه زي مصطفى. يعني مصطفى ده مثال. ايوه. يعني انا اتكلمت فيه انه الناس او اللعيبه يعني المفروض تتحاسد ليه. ايوه. ليه؟ لما خرج وطلع عمل له اعاره، الولد بقى في مستوى احسن. بقى هداف، لفت الانتباه. عكس في لعيبه تانية لما تروح تخرج من ناس زمالك النادي تلاقي ابتدي تقل الكيرف بتاعه. بينزل. وبرده عدم ثقه المديرين الفنيين ان انا صعد 17. وانا كان لعبت 17 سنه وكنا. أيوه. كلنا بنلعب 17 سنه زمان. أيوه. ومع نجوم كبار كان المدرب المصري بيدينا الثقه. بس انتوا كنتوا نجوم الزمن الجميله يا كابتن ناصر. برضو لو مش المدرب عنده ثقه فيك مش هيلعبك. ايوه. يعني انا في لعيبه، يعني انا افتكر احمد حسام ميدو ده كان عنده 17 سنه والكابتن جوهري والناس كانت بتصور. أيوه. وراح ملاعبه في ماتش دولي. منتخب مصر، منتخب سنغال. وجاب جون ساعتها. انا عارف. واحنا كلنا كنا. أيوه. بنلعب كده صغيرين وبنروح نلعب في ماتشات قويه. المدرب يبقى عنده ثقه في اللعيب المصري، لكن الاجنبي عايز اللاعب جاهز. الجاهز. ما مش عايز بقى اجابه، يعني اجابه شافيه وكافيه يا كابتن. بالظبط. وحته برضو موضوع الاعلام، موضوع الاعلام وموضوع الوكاله برضو عاملين وكلاء اللعيبه فعلا. والكلام كتير على اللعيبه. انا مستغرب. وارقام طبعا خياليه، ارقام خياليه. طبعا. وبعدين غير الارقام لما اقعد انا اتكلم على لعيب واقعد اوصف. أيوه. وبعدين تيجي تشوفه في النهايه مش الوصف اللي بيبقى لعيب عادي جدا. اقل من العادي. واحنا برضو شعب من الناس اللي بتتاثر بالاعلام. دي المشكله يا كابتن ناصر فعلا. الاعلام. طبعا. طيب نروح للسؤال الثاني يا كابتن حماده. بيقول لك ان الدوله فين من صناعه الناشئ؟ انا مش هقول اللفظ طبعا اللي اتقال، هو بيقول يعني احنا كدوله ما بنهتمش بالناشئين في مصر. ايه رد حضرتك للسؤال ده؟ ما فيش يا كابتن برنامج من الدوله لقطاع الناشئين. أيوه. او نظام الانديه على فكره نظام الاستثمار هيقضي على الرياضه في مصر. هو ده يا كابتن سبب خراب الكوره في مصر بجد والله. والله العظيم. علشان كده مصر دلوقتي يعني الدوري المصري مش عارف يطلع 2 مهاجمين لمنتخب مصر. انا اتفق مع حضرتك طبعا. الدوري المصري في مشكله لغايه الوقت حاليا في قلب الدفاع في المنتخب مصر. الدوري المصري اللي هم الستوبر الاثنين المساكين. الاثنين اللي جوه. لو جيت تبص ما انا يعني كمواصفات مساك استاذنك معلش يا كابتن حماده. اتفضل. كالعاده طبعا لما حضرتك بتتكلم بيجي لنا تليفون. اتفضل. الو السلام عليكم. الاستاذ محمود. الو السلام عليكم. استاذ محمود عليكم السلام. اتفضل يا استاذ محمود. احب اشارك معاكم واطبع على اتفضل. انت مشارك بالفعل يا استاذ محمود. الو. الو. ايوه سامعينك يا استاذ محمود. اتفضل. الو. طيب اما يرجع لنا بقى الاستاذ محمود. نرجع تاني للكابتن حماده. ايه رايك في صناعه الناشئ في مصر؟ يعني هل دي ازمه بالنسبه لنا كدوله او كانديه او كمراكز الشباب؟ انت شايف الازمه فين يا كابتن حماده؟ انا شايف ان الازمه ان المفروض اتحاد الكوره يعمل يحط نظم ولوائح. أيوة. لكل مصر. أيوة. تمشي عليها بالنسبه لقطاع البراعم وقطاع الناشئين. تمام. الانديه او الاكاديميات. يعني انا اقول لحضرتك مثال اكيد والكابتن ناصر عارف الكلام ده. أيوه. او اكيد هيأيدني في الكلام دوت وانا واثق. اتفضل. ان معظم اكاديميات مصر دلوقتي الناس اللي شغالين فيها كابتن كمدربين معهمش رخص ولا معهمش شهادات ولا درسوا ولا عملوا اي حاجه. هو كل القصه لعب درجه رابعه او ثالثه او قصه. يا ريت يا كابتن يكون لعب. في بعض الناس كمان ما لعبتش خالص يا كابتن. توافقني في الراي ده ولا لا؟ كتير. كتير جدا بدون دراسات وبدون علم بيشتغل شغل بتاع ناس كبيره بيعملوا مع البراعم. انت عارف بيشتغل أنا شغل البراعم بيعملوا مع الناشئين. عارف انا مسميها ايه؟ ده شغل سبوبه. ده مش سبوبه كابتن ده شغل كابتن سبوبه فعلا. يعني
اصل التدريب ده علم يا جماعه، ما كابتن لازم علم تدريب والله. طيب ما احنا ما هو ده حضرتك دلوقتي لما انا ادي الولد في قطاع البراعم شغل ناشئين وادي لشغل الناشئين شغل يعني. شغل غير ممنهج وشغل غير منظم وشغل بدون خطه كويس. شغل بدون خطه وشغل بدون وكل الكلام ده طبعا بيأثر على النتائج الناشئين كلها في مصر. يعني دلوقتي حضرتك بتسمع عن في دوري الناشئين يعني. معظم النتائج دلوقتي تلاقيها 13-0 و15-0 يعني. تقعد كنت بتسمع عن الارقام دي يا كابتن في المباريات بتاع الناشئين في المباريات بتاعت قطاع الناشئين يعني اللي هي ما انا بقول لحضرتك احنا ما كناش بنسمع الارقام دي قبل كده. لا 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 النتائج دي ليه ظهرت خلال السنتين دول؟ ظهرت بسبب ان طب في حد حبيبك في تقول له الو الو ايوه يا كابتن عم رأفت نور الدين كابتن رأفت الو السلام عليكم مساء الخير يا كابتن رأفت السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا كابتن رأفت كل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيب يا كابتن رأفت طيب الحمد لله انا بمسي على كابتننا الكبير كابتن ناصر ابراهيم اهلا بيك يا استاذ اهلا بيك قدوتي ومثل الاعلى كراس حربة طبعا الله يخليك يا استاذ ومعانا بقى المشرف العام للنادي المصري مطروح الكابتن حماده الجمل مطروح بورسعيد طبعا اتفضل يا كابتن حماده الجمل قيمه وقامه يعني كابتننا الكبير اللي منورنا ومنور الدنيا وانت منور البرنامج والله يا كابتن رأفت ده بنورك يا كابتن رأفت الله يكرمك يا ابو كباتن معلش ممكن اتكلم في نقطه صغيره من حيث الانديه الاستثماريه اتفضل الله يكرمك طبعا المستثمر اللي بياخد نادي او بياخد قطاع ناشئين ده طبعا بياخد بيدفع مقابل بيدفع يعني مقابل بيدفع مقابل لمجلس الاداره وليكن بمبلغ معين تمام لمجلس الاداره بيوفر للنادي ملعب ومدربين وصيف الناشئ اللي راحت منه الفرصة ان هو يقدر يلعب في اي نادي موجود على الساحة ويظهر من خلال الـ النادي اللي فيه الاستثمار ده تمام يعني مثلا لو في منطقة الجيزة او في منطقة القاهرة بيلعب ضد الاندية مثلا بيلعب ضد اهلي ضد الزمالك يعني كان في الاهلي او في الزمالك وما حصلوش ان هو يلعب او ينضم فبيظهر من خلال الاندية دي طب انا هقول لحضرتك على حاجة يا استاذ رأفت انا اتفق معاك يا كابتن رأفت ان دي فرصة ان الناشئ يلعب في دوري طب واللاعب اللي ولي امره معهوش ما يكفي لاحتياجات المستثمر وموهبة كويسة يروح فين يا كابتن الانديه دي بتحتضن الناس وتاخدهم يعني انا بشوف مثلا وليكن كمثل بسيط كابتن احمد فواز اللي هو مدير قطاع الناشئين او المسؤول على نادي المصري مطروح او نادي مدينه نصر والكابتن مجدي عبد الفضيل اللاعب انا عارفهم كلهم في الاختبارات لاعب لما بيقول لاعب مميز النادي بيحتضنه بيدفع حاجه رمزيه جدا لدرجه ان في ناس ما بتدفعش انا في معايا مثلا في فريق 99 ناس بتلعب بدون مقابل ليه عشان تشيل الفريق يعني الفريق مثلا 25 لاعب في حوالي 8 لعيبه جايين بدون مقابل طب انا عندي 10 ناشئين يا كابتن رأفت تاخدهم بدون مقابل لا هو طبعا انا طبعا. بكلم المسؤول او مدير القطاع بقول له ده لعيب كويس اللعيب الكويس ده يا كابتن بيخدمه لما يروح مثلا للمقاولين او الاهلي او الزمالك ده طبعا بيجي له مقابل منه على العموم يا كابتن احنا برضو احنا هنعمل حلقه في موضوع الاستثمار الرياضي محتاج حلقات ويا ريت حضرتك تبقى موجود معانا يا كابتن رأفت ونتناقش فيها بحريه اكتر حاضر تحت امركم وانا بمس عليكم وبتابع البرنامج بتاعكم وبمس على الكابتن حماده والكابتن نصر ابراهيم القيمه الكبيره طبعا يا كابتن شكرا لحضرتك شكرا يا كابتن رأفت مخصوم منك 500 جنيه يا كابتن رأفت شكرا يا كابتن رأفت نروح للكابتن الجميل كابتن ناصر ابراهيم اللي منور برنامج الكوره والجماهير النهارده كابتن ايه رايك في اليو ديانج لاعب نص الملعب في نادي الاهلي كويس 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 بس يعني لسه قدامه شويه لسه بس انت شايفه يعني خامه موجوده كويسه يعني بتبشر بالخير لنادي الاهلي
طبعا ما انا بقول لك المباريات تعود مع الفرقه سيستم شغل مع بعض بيبين اللعيب بعد أيوة. فتره ما يعني صعب قوي ان احنا في مصر هنا بنحكم على اللاعب دايما مباراه مباراتين أيوة. جاب جون ده كويس ده يجي انما لازم ياخد وقت لازم ياخد فتره تمام بص المدرب لازم ياخد فتره ايوه اللاعب لازم ياخد فتره اللاعب بيلعب في الاجواء ايه أيوة. في الماتشات اللي تحت ضغط ايه صح. كل الحاجات دي بتقاس بفترات لازم ياخد فرصه ان تحكم عليه بالظبط ايضا المدرب والمدرب لما هيلعب ضد فرقه زي دي او فرقه دي لازم ياخد فتره ما اقدرش احكم على اي مدرب او اي لاعب في ماتش وماتشين وثلاثه صعب وده اللي مضيع الكوره هستأذنك يا كابتن نصر حد حبيبك قوي عامل مداخله الو الو ايوه ازيك يا ابو حميد حبيبي يا عم السيد يا اسد يا اسد الاعلام المصري ربنا ما تحرمش من ذوقك يا عم السيد تحياتي لحضرتك ربنا يخليك وتحياتي لكل المؤديين الاستاذه اميره الدينامو بتاعه القناه وتحياتي بقى الرمز نادي الزمالك نصر ابراهيم حبيبي يا كابتن اهلا بيك عرفته يا كابتن نصر اهلا بيك سيد سيد معك بودة. كابتن حبيبي سيد طبعا طبعا اتفضل يا عم سيد حبيبي يا كابتن نصر حبيبي يا سيد. كابتن احمد ومعايا الاول وقبل ما تنسى يا عم سيد معايا كابتن حماده الجمل كابتن حماده حبيبي ازيك اهلا بيك يا كابتن اخبار حضرتك ايه ازاي حضرتك يا كابتن اهلا بسهلا تشرفنا منور دينا كلها يا كابتن نور كابتن اتفضل يا عم سيد شوفك كده انت الكابتن نصر ابراهيم كده منورين دينا كلها والبرنامج مسمع دينا كلها ان شاء الله بنور ان شاء الله عاملين حاله كويسه جدا والله ان شاء الله اتفضل يا عم سيد وتحياتي لكل عاملين في القناه يا كابتن احمد ما تحرمش من ذوقك يا عم سيد كابتن احمد احكي لك واقعه حصلت بين كابتن نصر ابراهيم وبين جمهور الزمالك الراجل ده محترم كنا ماتش كنا بنلعب المصري بورسعيدي والدنيا بتنطر ويلا يا نصر هات النصر وحط كره جوه الجون وكراسي هو يتذكرها ويكملها لي بعد ما قفل مع حضرتك والكراسي بقى ايه على جمهور الزمالك والدنيا اتقلبت في الاستاد كان يوم تاريخي بالنسبه لي وبالنسبه لجمهور الزمالك اللعيبه دي كانت رجاله بتغير على فريق نادي الزمالك اللعيبه ديت كانت بياخدوا جنيهات والوفات يعني الكبير بتاعهم 250 جنيه 1000 جنيه 5000 جنيه بكتير خالص النجم منهم اللعيبه ديت المؤاخذه اللي موجوده دلوقتي اللي ما تسويش تلبس تيشيرت في نادي الزمالك ايوه انا بقول لهم ما سمعتوش محمد دلوقتي وهو بيبكي المتصل الزملكاوي في اول الحلقه يا كابتن احمد ابكينا كلنا والله أبكانا كلنا والله يا كابتن ده أنا بكيت يا كابتن دلوقتي والله العظيم أنا بكيت على الكابتن دوت محمد وبقول له يا ابن صبر بالله إحنا خلاص نادي الزمالك اتفرض علينا ولكن هو ده خلاص إحنا اتحطينا بقينا زملكاوية مش ممكن بقى نغير بقى جلدنا ونبقى أهلاوية إن شاء الله كل التوفيق أنا لعبت الزمالك تشموا وتسمعوا المكالمة ديت وتسمعوا كل... الراجل بيبكي إزاي من قلبه كل التوفيق ان شاء الله يا عم سيد بامر شكرا الله شكرا يا كابتن متحرمش منك يا عم السيد طبعا كنا بنتكلم عن الو ديانج انه لازم اللاعب ياخد فرصه والمدرب كمان ياخد بالزبط. فرصه بالظبط طيب حضرتك يا كابتن نصر في سؤال انا عاوز حضرتك تجاوب عليه بكل شفافيه رئيس اتحاد الكوره اللي هو الاستاذ عمرو الجنايني قال انا اول ما مسك قال انا هطبق العدل ثم العدل هل من العدل ان مباراه الاسماعيلي والاهلي تقام في اسكندريه ام في الاسماعيليه؟ هو طبعا المفروض تقام في الاسماعيليه بس الاستاذ عمرو الجنايني كان الكلام ده متقال قبل ما هو يجي. ده على لسانه كمان. ما قبل ما يجي ده قرار امني. امني. امني يعني اتحاد الكوره ملوش علاقه. لا لا لا. يعني ده قرار امني. قرار امني. واحنا طبعا بنحترم الامن وقرار امني. احنا اعترضنا. كزمالك. احنا اعترضنا كزمالك. نادي الزمالك. ازاي الزمالك يلعب في الاسماعيليه والاهلي ما يلعبش في الاسماعيليه واخد بالك فاعترضنا فقال لك ده قرار امني واحنا احترمناه معانا الكابتن مجدي سالم نادي الزمالك اتفضل يا كابتن مجدي اهلا يا كابتن احمد ازاي الصحه مساء الخير يا فندم منور الله يخليك سلامي للكابتن نصر والكابتن حماده اهلا بيك اهلا بحضرتك انا كنت انتوا بتتكلموا على البراعم وتدريب البراعم وليه المستوى بتاع البراعم مفيش مواهب بتطلع تمام طبعا ان معظم الناس اللي بتشتغل في الاكاديميات والبراعم ما يعرفوش المهارات الاساسيه التي يجب ان يتمرن عليها البرعم
في المراحل السنيه المختلفه. مش مؤهل علميا يا كابتن. افندم؟ مش مؤهل علميا. مش مؤهل علميا، انا حاصل على درجه الماجستير في التدريب، وكان بحثي على برامج تدريب لمدرسه الكوره في محتوى مهاري وبدني وخططي لكل مرحله سنيه. سن 9 سنين ليها مهارات، و10 سنين ليها مهارات، و11 سنه ليها مهارات، و12 سنه و13 سنه في مهارات لكل مرحله سنيه لازم مدربين البراعم يكونوا عارفينها، لكن للاسف مدربين البراعم ما عندهاش فكره عن هذه المهارات في الاكاديميات المفتوحه في كل حته. وفي الاكاديميات بيقبلوا اي حد بيدفع فلوس عشان يشترك في الاكاديميه. المفروض الاكاديميات تعمل اختبارات وتنقي اللاعبين اللي هم عندهم استعداد انهم يكونوا لاعيبه كوره عشان ترفع من مستواهم، لكن بنشوف احنا منطقه الجيزه عامله خطا كبير جدا وعامله دوري للبراعم. طبعا السن البراعم 9 و10 و11 و12 ده المفروض ما لهمش دوري. في مهرجانات المفروض الولد ينزل يلعب ويستمتع ويغلط والكلام ده، لكن اللي بيحصل دوري الجيزه ده دوري فاشل. المفروض منطقه الجيزه تلغيه. هو ده اللي مبوظ الدنيا، بيخلي المدربين في المدارس الكوره بيمرنوا اللعيبه زي اللعيبه الكبار. لان البرعم في الدوري بيخش على جميع الحاجات، المهارات الاساسيه، في ضربه ركنيه، في ضربات ثابته. كابتن مجدي استاذنك كده، الرساله وصلت وانا اطلب من حضرتك طلب بعد اذنك. اتفضل. احنا من خلال برنامج الكره والجماهير طبعا كنا تبنينا فكره صناعه ناشئ. ايوه. يا ريت حضرتك تحط ايديك في ايدينا ونقدر نبعث الامل لكل ولي امر ولكل ناشئ في مصر. ان شاء الله لو الدولة والاندية ومراكز الشباب هتحزو بعيدا في الصالح العام لصالح الناشئ، احنا هنحط ايدينا في ايدين بعض من خلال برنامج الكرة والجماهير، من خلال شاشة الصحة والجمال، وهنبدأ نشتغل ونطلع الف محمد صلاح. ايه رأيك؟ والله طبعا ده شيء جميل، بس لازم اولا مش اي واحد يروح يقدم يبقى نقبله، لازم يبقى فيه اختبارات بتقيس مستوى اللاعب، وهل اللاعب ده ينفع لعيب كوره ولا ما ينفعش. هنستعين يا كابتن مجدي، انا بطلب من حضرتك عشان ما نتكلمش في الموضوع ده كلام مرسل كتير. حضرتك قلت فكره جميله جدا، وحضرتك مؤهل علميا ان انت تخرج ناشئين في مصر على اعلى مستوى. احنا بنمد ايدينا ليك وبنقول لك اتفضل اعرض لنا خطتك واحنا هنساعدك. انا على فكره اشتغلت في الكويت 35 سنه، وجميع نجوم المنتخب الكويتي كلهم ولادي طالعين من مدرسه الكوره في الانديه اللي اشتغلت فيها. لانك لما بتكون بتشتغل بطريقه سليمه بيطلع اللعيب المستوى اعلى في المراحل اللي بعد كده. ان شاء الله امرك وهحط ايدي في ايدك، ويا ريت احنا نتمنى. ان شاء الله يا كابتن مجدي، شكرا للاتصال. طبعا انا بعتذر للجمهور وبعتذر لضيوف الجمال كابتن نصر ابراهيم والكابتن حماده الجمل، وقتنا اوشك على الانتهاء، والكلام معاكم ممكن ياخد حلقات وحلقات. الحمد لله نعدي على خير يعني. ولكن انا بصفه الشخصيه واسره برنامج الكره والجماهير احنا سعداء بوجودكم معانا النهارده. واحنا صحيح في اسئله كتير بجد ما قدرناش نكملها، ولكن ان شاء الله في حلقات قادمه بامر الله. بس انا هرجع بس النقطه واحده، انا كنت هسالك على الكابتن ادهم الصلاحدار بس الوقت والله يا كابتن حماده مش مشكله، لكن الكلام عن البراعم. أيوة. نفس الكلام اللي انا قلته لحضرتك او اكيد الكابتن نصر. أيوة. مؤيدنا في الكلام دوت. أيوة. ان البراعم بيتعمل لهم شغل بتاع لعيبه كبار من بعض الناس زي ما الكابتن لسه. أيوة. فاتم وقايل نفس الكلام. ايوه، هو ده اللي مبوظ الكوره في مصر. لا ان شاء الله يبقى لنا واقفه يا كابتن حماده، وان شاء الله حتى نستعين بالنجوم الكبار زي الكابتن نصر. ويعني حاجه جميله الكابتن نصر الله يعني بصراحه بنشكره على وجوده معانا النهارده. سعيد واكيد مش هيتاخر عننا في اي حاجه. طبعا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نرجو ان احنا نكون اسعدناكم وسهرناكم النهارده واقف البرد. معلش بشكر ضيوف الكرام الكابتن ناصر ابراهيم منور البرنامج. شكرا. بشكر الكابتن حماده الجمل منور البرنامج. ان شاء الله على يعني لقاء قادم الاسبوع القادم يوم السبت الساعه 12 مساء. كره والجماهير، اوعوا تروحوا في اي حته.